قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بالجود أن هناك جهات تدعم عناصر معروفة تسعى إلى تهديم الجزائر، وأضاف الوزير أن الجزائر دخلت عهد الجمهورية الجديدة التي التزم فيها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتحقيق جميع مطالب الحراك. وبعد انتخاب السيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر، التزم كل الالتزام بالتطبيق الفعلي لما جاء بها الحراك، أي التزم أن كل مطالب الحراك إن شاء الله سوف تلبى. فعن قريب إن شاء الله سوف يتم مراجعة الدستور. لاحظنا أن الأمن والأمان والاستقرار رجع إلى البلاد، غير أن أغتنم هذه الفرصة لأقول أن مؤخرا ما زال بعض العناصر يعملون ويريدون أن يحطمون ما وصل إليه الحراك، حيث يخرجون بيوم الثلاثاء ويخرجون يوم الجمعة، واليوم يتكلمون على أيام أخرى. لماذا هذا كل؟ دخلنا في جمهورية جديدة، مطالب الحراك التزم به السيد رئيس الجمهورية باش ينفذوا. إذن هذا الناس لهم نوايا، والنوايا واضحة، هي تهديم البلاد، هي الرجوع إلى ربما السنوات الماضية، إدخال البلاد، ربما يريدون أن يدخلون بكل طرق البلاد في مشاكل. إذن من هنا أنادي كل المواطنين على اليقظة واليقظة، ويلتفوا حول رئيسهم.